جاءت في 3 آيات في سورة النساء. فلا شك أن الآية الثالثة فيها رسالة لكل من أراد أن يتنطع في الدين أو أن يتطرف في الدين أو أن يتعصب في بعض الأحكام التي لا يفهمها، وهذا مخالف لإرادة ربنا وهي التخفيف والرحمة. صحيح. طب ده ربنا عايزه لنا. طب احنا، طب عايز مننا ايه بقى ربنا؟ بتصعبوها انتوا ليه بقى؟ عايز مننا ليه؟ اياك نعبد واياك نستعين. الله. لا يطلب مننا الا العباده مخلصين له الدين. الاخلاص. النية. عدم الرياء. البعد عن الغش. البعد عن العنف. البعد عن الايذاء. وانطلاقا من هذا ندخل في بيان علاقة الزوجين الآن قبل أن نبين علاقة الرسول مع زوجاتي. طب يا دكتورة، في رجالة كتير قوي تقولك إيه؟ ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد في بيته، بس شوفوا زوجاته كانوا بيعملوا إيه؟ رضي الله عنهم طبعا. أيوه. زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام حابين نوضح للناس إن هم بشر طبعا، وأكيد كان في بعض الأخطاء. أي لأن هم كانوا بشر. الناس فاكرة إنه لأ، هو ما كانش فيه الكلام ده خالص. تردي تقولي لهم إيه؟ شوفي حضرتك، ربنا وضع لنا قاعدة لجميع المسلمين بما فيهم زوجات الرسول وبما فيهم أصحاب الرسول. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تمام. فالخطأ البشري موجود. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول على نفسه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام فيه جانب بشري، وانطلاقا من هذا الجانب البشري، لكنه كان معصوم طبعا لله، مع بالله طبعا، كان سبحانه وتعالى أحيانا ينفعل أحيانا كده. فكان القرآن الكريم بينزل يعذبه. صحيح. يا أيها النبي اتق الله. يا أيها النبي قل لأزواجي. فالعملية إن إحنا ما بقاش في تعالي وكبرياء. لا، هذا بيعلمنا التواضع. التواضع. البشرية فيها عيوب، ولكن المهم إيه؟ المصارعة إلى التوبة من هذه العيوب. صحيح. المصارعة إلى علاج الخطأ من هذه الأخطاء. فمثلا الرسول، زوجات الرسول رضوان الله عليهن، هن أمهات المؤمنين. كلهن أمهات لنا. ولكن كان فيهم جانب من البشرية. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى قصد بذلك أن يعلمنا دروسا، ويقول لنا على الرغم من أن هؤلاء زوجات للنبي إلا أنهن كان يصدر منهن بعض الأخطاء التي يسارعن بمراجعة أنفسهن في هذه الأخطاء. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ضيق المعيشة. طبعا لا كان عنده ميراث ولا يرث ولا شيء، وكان يسير في حدود النفقة. وكان يعمل بعمل يده، وكان يسير في حدود النفقة التي يعيش بها. طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من الزوجات، وهذا استثناء وخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل زوجة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بأمر من الوحي، وكانت لأهداف. لم يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام بكرا إلا واحدة، وهي السيدة عائشة. صحيح. فكان يتزوج الأرملة، كان يتزوج المطلقة، وكان كل هذا بأهداف من الله ودروس من الله لنا عشان إحنا نتعلم. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوما على زوجاته وجدهن غضبانين. لقاهم زعلانين. زعلانين، غضبانين. وعاملين زي حلف. ياه. وكل واحدة
مديله كده جوزها. معقولة؟ أيوه. معاهم بقى الحياة الدنيا، والشيطان لما بيوسوس بيقعد يقول اطلبوا اعملوا سووا. وده الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمهات المؤمنين كنا ينظرن إلى غيرهن، فيجد النساء الأخريات يلبسن لبسا معينا، يأكلن أكلا معينا، فكان يحدث عندهن الغيرة. الغيرة طب اشمعنى؟ طب ما احنا ستات زينا زيهم. أي بالعكس، ده احنا زوجات النبي، وكانوا يعتبروا النبي هو قائد الأمة. كأن مثلا دلوقتي مع تشبيه مع الفارق يعني ان زوجة الحاكم بقى تبقى ليها خصوصيات. كانوا فاكرين كده. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألهن ما بالكن، فقالوا نريد زيادة النفقة مثل غيرنا من النساء. فالرسول غضب لأنه لا يملك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى درجة أن سيدنا أبو بكر دخل على نساء الرسول رضي الله عنه، وجد الرسول غضبان. فالرسول حكاله، فسيدنا أبو بكر ضرب ابنته عائشة. ضرب ابنته عائشة. انتوا عايزين من الرسول فوق طاقته؟ وسيدنا عمر ضرب ابنته حفصة، لكن الرسول لم تمس يده احدهن. عشان سامعين يا رجاله، علشان ماسكين في آية ان واضربوهن دي ماسكين لنا فيها. فماذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نزل الوحش. سكت خالص يا دكتوره. سكت خالص، وهم ابائهم هم اللي عنفوهم. يا ايها النبي قل لازواجك، في سوره الاحزاب، ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها ايوه فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، واديكوا حريتكم. يطلقهم؟ اسرحكن، ما هو الصلاح يعني طلق، اتركونكم. اتركوا وتروحوا انتوا بقى للزينه اللي انتوا عايزينها. وان كنتن تردن الله ورسوله، ده بالي حضرتك، فايه؟ فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما.